جزيرتين يساوي 30 مليون دولار اشتراهم رجل أعمال فقط من أجل إشباع رغبته في القاصرات. أحداث كأنها من سيناريو فيلم بتخليك تعيش جو المقطع. تابع المقطع لين النهاية عشان ما يفوتك أي شيء. معاكم عباد يوتيوب ومقطع جديد، أتمنى تستمتعوا في القصة ولا تنسوني من اللايك والاشتراك وخلينا مع القصة. جزيرة جيفري إبستين من الجزر الغريبة اللي تخليك تشك هذه الجزيرة بالفعل موجودة أو مجرد خرافة، لأن هذه الجزيرة حتى لو بحثت عنها ما تلاقيها في جوجل ماب، لكنها بالفعل موجودة لأنه تم الكشف عنها في سنة 2019. جيفري إبستين رجل أعمال ثري وكان عنده جانب شيطاني، وهذا الجانب خلاه يصنع جزيرتين فقط من أجل التجارة بالقاصرات والأطفال. جزيرته لقبت بجزيرة مشتهي القاصرين، كان يتم التجارة فيها بالقاصرين من الأطفال والفتيات، واللي كان توصل أعمارهم من 12 سنة إلى 14 سنة كحد أقصى. كانوا يجوا هذه الجزيرة رجال الأعمال من كل أنحاء العالم لأجل شيء قذر، وهذا الشيء هو الاعتداء على القاصرات والأطفال. تقع هذا الجزيرة في جزر بالكاربي في ريجن. طبعا هذا الجزيرة تقع في مكان منفصل عن العالم تماما. في عام 1998 اشترى جيفري جزيرة بمقابل 8 ملايين دولار، وكانت تقدر هذا الجزيرة بمساحة 72 فدان. كانت هذه أول جزيرة اشتراها جيفري. وبعد ما اشترى جيفري هذا الجزيرة في عام 1998 حوطها تماما بأشجار نخيل، وتوصل طول أشجار النخيل هذه إلى 12 متر. ولكن جيفري بخباثته ما اكتفى بهذه الجزيرة فقط، اشترى جزيرة مقابلة لها في عام 2016 من أجل إخفاء ما كان يحصل في الجزيرة القديمة. وهذا الجزيرة كانت محوطة تماما بالأمن لأجل الجزيرة الأولى اللي كان يتم فيها أقذر أنواع الأعمال في العالم. كان هذا كله من أجل رجال الأعمال عشان يطمنوا وما يخافوا أن في أحد ممكن يكشفهم. في البداية في عام 2005 في يوم عادي في أحد شوارع أمريكا، قام جيفري باستدراج أحد القاصرات اللي كان يبلغ عمرها 14 سنة. كانت البنت ما تعرف عنه شيء تماما، بس البنت وافقت انها تتكلم معاه بسبب مظهره اللي كان يدل على انه رجل اعمال ثري. ومن خباثة جيفري طلب منها انها تسوي له مساج مقابل مبلغ كبير جدا. بحكم هذا المبلغ الكبير جدا وافقت البنت القاصر، لكن كانت خايفة. ولكن انصدمت بأن جيفري بعد ما بدأ تسوي لها المساج فلع كل ملابسه وأجبرها على تدليك جسمها بالكامل، وبعدها طلب منها تحت التهديد أنها تخلع ملابسها بالكامل، وبعدها قام بإشباع رغبته فيها. طبعا هذا كله حصل تحت التهديد، وبعد ما انتهى منها أعطاها الأموال. البنت هربت وراحت إلى عند أمها، فبطبيعة الحال الأم راحت واشتكت للشرطة وكلمتهم بمواصفات جيفري، وكلمتهم إنه الواضح عليه إنه رجل أعمال. وبحكم المواصفات اللي أعطتها البنت، الشرطة أعطوها صور رجال أعمال كان مشبوه في أمرهم. وبالفعل البنت تعرفت على صورة جيفري من بين صور كل رجال الأعمال اللي عرضوها الشرطة. وقتها قامت الشرطة بالقبض على جيفري وتمت مداهمة منزله. وتخيلوا في وقت المداهمة وجدوا شرطة صور لعدة فتيات قاصرات في منزل جيفري، وكانت كل الصور لفتيات عاريات. فما كان عند جيفري إلا أنه يعترف، وكان الحكم السجن لمدة سنة. ذكر أحد الموظفين اللي كان يشتغل مع جيفري ويقول أنه كان يشوف بنات في عمر المدرسة وأطفال في عمر 12 سنة يمارسون أشد أنواع القذارة مع جيفري غصبا عنهم. كانت الطريقة اللي تخلي جيفري يجبر الأطفال والقاصرات على هذه الأعمال القذرة كان يغريهم أول مرة بالأموال، وإذا ما تم إغراءهم بالأموال كان يتم كل شيء إجباري. كان عنده كاميرات تسجل كل شيء. بعد ما كان يتم الأعمال القذرة معهم يتم تهديدهم لسنوات طويلة. كان جيفري وزوجته ماكسويل كان هدفهم إنهم يستدرجوا البنات الصغيرات اللي كان شعرهم أشقر وعيونهم زرق وأجسامهم رشيقة، وكانوا يدفعوا من أجل هذه الفتيات الكثير من الأموال لدرجة إنها كانت توصل مبالغ بقيمة مئات الآلاف من الدولارات، لأنه كان بالفعل يكسب الكثير والكثير من الأموال بسبب التجارة فيهم مع الكثير من رجال الأعمال.
بدأ الناس يشكوا بجزيرة جيفري. بعدها جيفري هو وزوجته غيروا خطتهم وكثفوا عمليات الأمن على الجزيرتين عشان ما يتم اكتشاف اللي يتم داخل هذه الجزيرة. وطبعا بطريقة ما كان يتم قبول أي أحد يجي هذه الجزيرة إلا إذا كان رجل أعمال موثوق. وكان يتم عمل جيفري على أكمل وجه، وكان مكانه يتم استدراج القاصرات لهذا الجزيرة ويتم إشباع رغبات رجال الأعمال فيهم. وكانت المكافآت اللي تحصل عليها القاصرات في هذا الجزيرة توصل إلى 3,000 و5,000 دولار، وهدايات وبطاقات سفر لكل جلسة يتم فيها إعطاء قاصرة لرجل أعمال. كان العرض جدا مغري الكثير من الفتيات في ذاك الوقت، في حال تم التقاط صور لهم وهم عاريات كان تتضاعف جوائزهم. كارولين أحد ضحايا جيفري، تقول كارولين تحرش بي جيفري أكثر من 100 مرة عندما كان عمري 14 سنة، وكانت تقبل بأي شيء لأنها كانت تحت الإجبار والتهديد. كانت تعتبر جزيرة جيفري مثل السجن تماما، لأن أي بنت كانت ما تنصاع لأوامر جيفري كان يتم سجنها في هذا الجزيرة إجبارا، وما كان تخرج من هذا الجزيرة أبدا، وما كانوا يقدروا يلجأوا للعالم الخارجي بسبب أن هذا الجزيرة معزولة عن العالم تماما وما في أي شرطة يقدروا يستنجدوا فيها. وكان أي بنت تشتغل مع جيفري كان يجبرهم على أنهم يرتدوا ملابس فاضحة داخل هذه الجزيرة. وفي يوم من الأيام حاولت أحد القاصرات الهروب، ولكن مع الأسف أمسك بها جيفري وسجنها وحتى منعها من العمل رغم إرادتها بعد ما تم الإمساك فيها. تقول واحدة من الضحايا اللي كان اسمها دوفي، في مرة من المرات كنت جالسة أنا وصديقتي نسوي مساج لجيفري، وكان موجود أحد من أصدقائه اللي كان الابن الثالث للملكة إليزابيث الثانية اللي كان اسمه الأمير أندرو. وفي عام 2019 تم القبض على جيفري إبستن بتهمة التجارة بالقاصرات والأطفال، وتم نقله بعدها للسجن المركزي. لكن بعدها بفترة انتشرت أخبار أن جيفري أنهى حياته في داخل زنزانته. بطريقة ما أخذ لحافة سرير وربطه على شكل حبل وربطه حول عنقه، بعدها أنهى حياته. بعد ما تم تشريح جثة جيفري تبين أنه في كسور في رقبة جيفري، وكان في تهشم في جمجمته، والواضح أنه ما كان انتحار وكان انتقام. ولين هنا نكون وصلنا لنهاية القصة. أتمنى أنكم استمتعتوا، ولا تنسوني من اللايك والاشتراك، وأشوفكم في المقطع الجاي بإذن الله.